يا شيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز نبش القبور من أجل الطريق العام؟ مثلا لا يكون في هذه المنطقة أو لا يعني يصلح الطريق إلا من المقبرة، هل يجوز نبشها ويعني وضعها في مقبرة ثانية من أجل المصلحة العامة؟ نبش القبور عند الضرورة إلى الطريق أفتت اللجنة الدائمة أو بعض علمائها في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك، بشرط أن لا يمكن صرف الطريق عن الاتجاه إلى المقبرة، فتنبش القبور وتؤخذ العظام وتوضع في مقبرة. نعم.